الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا القارة ويؤكدان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك. اللجان العامة بمحافظات الجمهورية تعلن نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية، وغدا تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن أنها تكبدت أكبر خسائر في يوم واحد في غزة، والمعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالرحيل. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم لدولة الكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الكونغو الديمقراطية فاليكس تشيسيكيدي، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون وأكد الرغبة المشتركة في توسيعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تكاثف الجهود لسرعة حل أزمة السكر الحالية. وخلال ترأسه اجتماع الحكومة، أشار مدبولي إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية والتحركات التي اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة. ولفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر للجنة المشكلة لبحث آليات ضبط الأسواق والأسعار برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق. وعلى صعيد منفصل، وجه مدبولي الشكر والتقدير باسم مجلس الوزراء لشعب مصر العظيم بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي وإدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية تعبيرا عن رأيه وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم. كما تقدم بالشكر لشباب مصر الذين تصدروا المشهد الانتخابي، وعبروا أيضا عن وعيهم الشديد ووطنيتهم وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. أعلنت اللجان العامة بمحافظات الجمهورية نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024. يأتي هذا وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث حددت يوم 14 من ديسمبر لتلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 والسادس عشر من ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، على أن تعلن النتيجة العامة في 18 من ديسمبر وتنشر بالجريدة الرسمية.
ملحمة شعبية وطنية سطرها الشعب المصري على مدار 3 أيام، كان عنوانها الوعي وبرهانها الإقبال الكبير على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم في رسم ملامح مستقبل البلاد خلال المرحلة المهمة القادمة. مشاهد لا تخطئها عين تجلت مع اصطفاف المصريين بالداخل ومن قبلهم أقرانهم في الخارج أمام لجان الاقتراع، اصطفاف يبعث رسالة للعالم بأسره مفادها أن المصريين ما زالوا يدا واحدة مع وطنهم ومؤسساتهم، لا يفرقهم خلاف ولا تضعف عزيمتهم أزمات أو تحديات. قصة كتبها المصريون بكل فئاتهم في حب الوطن تجلت مع حرص الشباب والسيدات وكبار السن وأصحاب الهمم وكافة شرائح المجتمع على أداء واجبهم الوطني منذ اللحظات الأولى لعمل اللجان الانتخابية وحتى آخر دقيقة في عملية الإدلاء بالأصوات. ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، فإن الإعلام الدولي المتابع للانتخابات بمصر أجمع على أنها أجريت في مناخ من الحرية والنزاهة، ولم يتم رصد أي مخالفات انتخابية سواء من جانب جهات الدولة أو من أنصار المرشحين أو محاولات تأثير على اتجاهات التصويت. كما أكدت هيئة الاستعلامات أن مراقبي المنظمات الدولية والإفريقية لم يرصدوا مخالفة واحدة تتعلق بالإجراءات الانتخابية. وفي هذا الإطار لا نغفل دور الهيئة الوطنية للانتخابات والتي قدمت كل صور الدعم اللوجستي لصالح الناخبين بشكل عام ولأصحاب الهمم بشكل خاص، فلأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية تمنح طريقة برايل المكفوفين حقهم في أداء واجبهم الدستوري إلى جانب توفير الهيئة لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما ساهم في الإقبال على التصويت إضافة لدور الإعلام التوعوي. ومع انتظار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يسدل الستار على استحقاق الانتخابات الرئاسية لتستعد مصر قيادة وحكومة وشعبا لتدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بأن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 اتسمت بالشفافية والنزاهة. وخلال مؤتمر صحفي شدد العسومي على أن البرلمان العربي لم يرصد أي مشكلات تعرقل العملية الانتخابية، مشيرا إلى رصد إقبال كثيف من قبل الناخبين خاصة المرأة والشباب على التصويت في الانتخابات. وفي هذا الإطار أكد العسومي أن الشعب المصري أثبت أنه صمام أمان ليس لبلاده فقط بل للمنطقة العربية بأسرها، مشيرا إلى أن البرلمان العربي بصدد إعداد تقرير نهائي عن متابعة انتخابات الرئاسة. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني خروج 22 مستشفى من أصل 35 من الخدمة بقطاع غزة. أضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن قطاع الإسعاف التابع له تضرر بشكل كبير في غزة جراء القصف الإسرائيلي ونفاذ الوقود، مشيرا إلى وجود 13 سيارة إسعاف فقط تعمل في قطاع غزة، بالإضافة إلى 71 كادرا صحيا يعملون بدائرة الإسعاف. أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف كانت تنقل 11 مريضا من مستشفى المعمداني، مما أدى إلى استشهاد أحد المصابين، مؤكدا أن كوادره تعمل على تقديم الخدمات للنازحين والمرضى في مستشفى الأمل بخان يونس. We'll be right back.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضخ مياه البحر في الأنفاق في قطاع غزة. وأعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من ألا يكون استخدام مياه البحر فعالا وأن يعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر. في محاولة لنزع قدرات الفصائل الفلسطينية المقاومة باستخدام أدوات عسكرية وتكنولوجية مختلفة، قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الإسرائيلي بدأ في ضخ مياه البحر في أنفاق قطاع غزة. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين على عمليات الجيش الإسرائيلي، فإن غمر الأنفاق الذي من المرجح أن يستغرق أسابيع قد بدأ بالفعل، في الوقت الذي أضافت فيه إسرائيل مضختين أخريين إلى المضخات الخمس التي تم تركيبها الشهر الماضي وأجرت بعض الاختبارات الأولية. مسؤولون أمريكيون أضافوا أيضاً أن فائدة استخدام مياه البحر في متاهة واسعة تحت الأرض تمتد لحوالي 300 ميل أي نحو 482 كيلومتراً، وتتضمن أبواباً سميكة ما تزال قيد التقييم من قبل الإسرائيليين. وفق الصحيفة الأمريكية، فإن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعربوا عن قلقهم من أن استخدام مياه البحر قد لا يكون فعالاً ويمكن أن يعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر. خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط هي مجرد خطوة من عدة خطوات لجأت إليها إسرائيل لمحاولة تدمير الأنفاق بعد فشلها في تحرير أي من المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية أو إحراز أي نصر عسكري حتى الآن، على الرغم من دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع شهره الثالث. قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إنه يتوقع مزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب الصراع في قطاع غزة. وأضاف غراندي خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف أن الأحداث التي وقعت منذ 7 أكتوبر الماضي تتجاوز نطاق اختصاص المفوضية، معربا عن أسفه لتعرض المدنيين للمزيد من العنف والمعاناة وكذلك المزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة. ميدانيا، تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتواغلة في محاور قطاع غزة. وأعلنت حركة حماس أنها استهدفت 8 دبابات إسرائيلية ونقلتي جند بقذيفة الياسين 105 في منطقة خان يونس. وأشارت الحركة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات في المحور الشرقي لخان يونس والزيتون والشجاعية وجباليا. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من أفراده معظمهم من الضباط وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في المعارك المندلعة شمالي قطاع غزة في أكبر حصيلة يومية منذ توغلها البري في القطاع. أوضح الجيش الإسرائيلي أن من بين القتلى ضابطا برتبة كولونيل كان يقود قاعدة متقدمة للواء المشاة جولاني، وهو ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء العملية البرية في 20 أكتوبر الماضي إلى 116 قتيلا. كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 444 ضابطا وجنديا. شن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد هجوما حادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن نتنياهو ما زال يمارس سياسته التي تعتمد على الكراهية والتحريض والكذب. وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أكس، أكد لابيد أن إسرائيل تخوض حربا مريرة ويوميا يوجد قتلى من الجنود الإسرائيليين، مشددا على أن نتنياهو لم يتعلم مما حدث في 7 أكتوبر الماضي. كما شدد على أن الكارثة لم تغير في نتنياهو شيئا، فهو لا يريد الاعتراف بخطئه، مؤكدا أن نتنياهو لا يمكن أن يستمر في منصب رئيس الوزراء
لأنه يمثل خطرا كبيرا. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهان أن الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة في هذه المرحلة سيكون خطأ، وأن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم من المجتمع الدولي أو دونه. وقال كوهان إن إسرائيل ستواصل الحرب على حماس سواء من دعم من المجتمع الدولي أو بدون هذا الدعم، وأضاف أن وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية سيكون هدية لحماس وفقا لقوله، وسيسمح لها بتهديد سكان إسرائيل مرة أخرى. كما دعا كوهين المجتمع الدولي إلى العمل بفاعلية وحزم من أجل حماية مسارات الشحن العالمية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إنها تؤيد فرض عقوبات على المتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. ونددت أورسولا فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي بتصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن ممارسات المستوطنين تتسبب في معاناة هائلة للفلسطينيين. وتأتي تصريحات فوندرلاين بعدما قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيقدم اقتراحا لفرض عقوبات على متطرفين من مستوطني الضفة الغربية. تتطلب هذه الإجراءات إجماعا من الدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي. وحول التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم غارة جوية على جنوب لبنان. أوضحت مصادر لبنانية أن الغارة استهدفت مبنى ببلدة كفر كلا، أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى وتدمير المبنى بشكل كامل. كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات الأطراف الشرقية لبلدة بليدة وأطراف بلدة تربيخة. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات متقطعة بين قوات الاحتلال من جانب وحزب الله اللبناني وعدد من الفصائل الفلسطينية من جانب آخر، وذلك منذ التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. قال المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إن قدرة الوكالة على تقديم الخدمات في قطاع غزة الذي مزقته الحرب على وشك الانهيار بعد مقتل أكثر من 130 من موظفيها في القطاع. أضاف لازاريني أن الاستجابة الإنسانية تعتمد برمتها إلى حد كبير على قدرة الأونروا، والتي أصبحت الآن على وشك الانهيار. There is a deliberate attempt to strangle our operation. هذا وشددت الجامعة العربية على أن الأونروا تقوم بدور إنساني هائل في المرحلة الحالية في ظل الحملة الوحشية التي تشنها إسرائيل على سكان غزة المدنيين. وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن طاقم أونروا يقوم بمهمة شجاعة ونبيلة ولأغراض إنسانية خالصة، وأن دعم هذه الوكالة اليوم يمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون على ما تقدمه من مساعدات وخدمات. وأعربت الجامعة العربية عن الدهشة والاستنكار لتصويت البرلمان السويسري بحجب نحو 21 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها سويسرا للوكالة الأممية. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتصويت الكبير لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الأغلبية الكاسحة التي صوتت لصالح القرار
إنما تعبر عن الموقف الحقيقي للرأي العام في العالم. في بيان له أكد أبو الغيط أن الدول التي صوتت ضد القرار تقف على الجانب الخطأ من التاريخ، وأشار إلى أن هذا التصويت يعكس بجلاء عزلة إسرائيل وانكشاف موقفها وتهافت الحجج التي تستند إليها في شن حرب غاشمة وظالمة وعشوائية ضد المدنيين في قطاع غزة. هذا وأكد أبو الغيط أن التطور في الموقف الأمريكي من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع جاء متأخرا ولا زال غير كاف لوقف الحرب الدموية، متمنيا أن تتخذ الولايات المتحدة الموقف الصحيح أخلاقيا وسياسيا بالضغط على إسرائيل لوقف مذبحة غزة التي ستغذي التطرف في المنطقة لعقود قادمة. إجماع دولي واسع تبنته الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بهدف معالجة الوضع إنسانيا بعد أن أخفق مجلس الأمن في تبني قرار مماثل الأسبوع الماضي. مصر نيابة عن اللجنة العربية الإسلامية قدمت مسودة قرار يطالب بحماية المدنيين ووقف محاولات الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة، محذرة من دخول المنطقة بأسرها في حرب إقليمية في حال تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع. تؤكد المجموعة العربية أن مساعي أقلية من الدول الرامية للتصدي للرأي العام الدولي المطالب بوقف إطلاق النار بذرائع ومبررات واهية متعلقة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها تتجاهل عن عمد أن هذا الحق لا ينطبق على إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها قوة الاحتلال غير الشرعية، وتتجاهل أيضاً أن هذا الحق لا يعفي حال تطبيقه من الالتزام بأبسط قيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي. القرار أيده 153 من أعضاء الجمعية العامة من أصل 193 عضواً، بينما صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل 8 دول أخرى، وامتنعت 23 دولة عن التصويت، فيما اعتبرت فلسطين أن قرار الأمم المتحدة يعد قرارا تاريخيا، لا سيما بعد قرار الأمين العام أنطونيو غوتيريش تفعيل المادة 99 للمرة الأولى منذ عقود. وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، إلا أن البعض يرى أن الإجماع الدولي على المستويين الأممي والشعبي قد يساهم في الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل لإلزامها بوقف استهداف المدنيين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا محمود سلامة الباحث بمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمود تحية لحضرتك. يعني هذا التصويت أخيرا تصويت على قرار بوقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماذا يعني هذا القرار رغم عدم إلزامية هذا القرار يعني على المستوى الدولي؟ أهلا بحضرتك. في البداية يعني خليني أرجع لمشهد سابق مع بداية التصعيد بيتمثل في قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة حظي بموافقة عدد كبير من الدول، أيضا بيوجب أو بيلزم قوات الاحتلال بوقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة وإدخال المساعدات، وكان هناك خلاف حول آليات إدخال المساعدات قبل أن تنجح مصر في الوساطة وإلى جانب الولايات المتحدة يعني الدخول في الهدنة الأولى وإدخال المساعدات مع عملية تبادل الأسرى أو المحتجزين. أيضا المشهد السابق كان في قرار بيلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، ولكن لم تستجيب إسرائيل. عندنا أكثر من تجربة أخرى في مجلس الأمن، أكثر من قرار، ولكن دائما وأبدا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو الأمريكي. في القرار الأول الذي كان يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات 12 دولة من أصل 15 وافقت على مشروع القرار، ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد القرار لتستمر قوات الاحتلال في ارتكاب المجازر والإصرار على تنفيذ
تنفيذ سيناريو التهجير بحجة الدفاع عن النفس أو القضاء على حماس، وأن ما حدث في 7 أكتوبر يبرر كل الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال. نفس المشهد الآن، جلسة في مجلس الأمن، مشروع قرار يوافق عليه 13 دولة، وتمتنع بريطانيا عن التصويت، وتستخدم أيضا الولايات المتحدة حق الفيتو لرفض القرار، فيتبعه جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويخرج قرار بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. الجلسات في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو قراراتها غير ملزمة بالفعل زي ما حضرتك قلتي، ولكن يعني كل اللي بنشهده حاليا زيادة في أعداد الدول التي تقف في وجه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مزيد من العزلة للاحتلال وحكومته، مزيد من العزلة أيضا للولايات المتحدة في هذه القضية أمام دول العالم. بنشهد تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن يقول فيها أن إسرائيل قد لا تحظى بمزيد من الدعم من دول العالم، هي بالفعل لا تحظى بأي دعم من دول العالم، ولكن تحظى بدعم أمريكي لولا استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو وإصرارها على إدخال التعديلات على مشروعات القرارات المقدمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحجة إدانة حماس. كل ما يشغل الولايات المتحدة الأمريكية هو إدانة حماس والقضاء عليها وتشبهها بتنظيم داعش أو القاعدة. لولا الدعم الأمريكي المقدم إلى إسرائيل وحكومة الاحتلال لما وصلنا إلى هذا الحد من الجرائم ضد الفلسطينيين. نشهد يعني مع أستاذ محمود يتحدث الآن عن هذا القرار الذي تم التصويت عليه، وقامت مصر بدور يعني كبير لتقود المجموعة العربية، 21 دولة عربية موجودة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقود مصر المجموعة من أجل الوصول في النهاية إلى هذا القرار. برأيك يعني ما مدى إمكانية تنفيذ هذا القرار، وكيف ترى يعني الدور المصري في هذا الاتجاه؟ يعني المشروع القرار الحالي تم تقديمه من قبل مصر وموريتانيا أعتقد، وحظي بدعم المجموعة العربية بالكامل. مصر ترأس المجموعة العربية حاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كلمة السفير المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت كلمة قوية للغاية، يدعى فيها الجميع أو كل الدول لعدم إدخال أي تعديلات على مشروع القرار. وبالفعل تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بتعديل، وتقدمت أيضا النمسا بتعديل، ولكن تم رفض التعديلين، لم يحظي بأي تأييد أو العدد الكافي لإدخال هذه التعديلات على مشروع القرار، وبالتالي استجابت 153 دولة لمشروع القرار وتم إقراره بالفعل. الخطوات القادمة، يعني الخارجية المصرية تقوم بجولات مكوكية. وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري متواجد دائما في كل المحافل الدولية والزيارات الخارجية لعدد من الدول لتوضيح الصورة والوصول ب يعني المفاوضات لوقف فوري لإطلاق النار، لتنفيذ أو فرض الرؤية المصرية على المشهد العالمي. شهدنا مفاوضات مستمرة مع الجانب الأمريكي خلال الأسبوع الماضي. أستاذ محمود معلش، يعني هو سؤال مهم أيضا دلوقتي، وزير الخارجية الإسرائيلي له تصريح أنه إسرائيل ماضية في الحرب سواء بدعم من المجتمع الدولي أو بدون دعم المجتمع الدولي، يعني كيف ترى هذا التصريح مع وجود قرارات يعني صادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ يعني هو تحدي سافر للقرارات الدولية وتحدي للقانون الإنساني الدولي، يضع إسرائيل في عزلة تامة عن سواء كان دول المنطقة أو باقي دول العالم، 153 التي صوتت لصالح مشروع القرار. أعتقد أنه مثل هذه التصريحات ما هي إلا يعني لحفظ ماء الوجه أمام الداخل الإسرائيلي الذي يشتعل أيضا بسبب فشل حكومة نتنياهو في إدارة المشهد. صحيح. أعتقد أنه بيمنح حكومته فرصة أطول، يعني فرصة أكبر لإطالة أمد الصراع لتحقيق أي مكاسب تذكر خلال الفترة وصلت وجهة النظر. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
شددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة التوصل إلى هدن إنسانية جديدة للإفراج عن الرهائن وإيصال مزيد من المساعدات لقطاع غزة. أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ما زالت متمسكة بأن حل الدولتين يصب لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين في نفس الوقت، وطالبت واشنطن إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة رفضها أطروحة إعادة احتلال غزة من قبل الجيش الإسرائيلي. Taking out the leadership of Hamas that planned and carried out the attacks of October 7th. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض موسكو الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تتسبب في معاناة المدنيين. وشدد لافروف على رفض بلاده لأي تسوية في الشرق الأوسط لا تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، متهما الولايات المتحدة برفضها منذ فترة طويلة العمل في إطار الرباعية الدولية بشأن الشرق الأوسط. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول. دخل اليوم 75 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة وخمس شاحنات وقود، وذلك من بين 200 شاحنة من المرتقب أن تدخل القطاع اليوم. كما استقبل معبر رفح اليوم 16 من الفلسطينيين المصابين جراء العدوان الإسرائيلي للعلاج بالمستشفيات المصرية، بالإضافة إلى 300 من مزدوجي الجنسية. كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. استقبل المطار طائرة الإغاثية السعودية 25 على متنها مساعدات إنسانية وسيارة إسعاف، وتوجهت إلى مدينة العريش طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 44 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية، معدات طبية، مستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، وذلك تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني برغم الأحداث الكبيرة التي تحدث على الأراضي المصرية في هذه الأوقات مثل الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذا لم يمنع استمرار استقبال الدعم المختلف والوسائل الإغاثية المختلفة للأشقاء في فلسطين، كما ذكرتم، إما عن طريق مطار العريش الدولي التي وصلت فيه عدد الطائرات التي وصلت لمطار العريش حتى الآن إلى أكثر من 290 طائرة، أو حتى عن طريق المساعدات المختلفة في الشاحنات الإغاثية التي تصل إلى معبر رفح المصري. نتحدث بالطبع عن دخول إلى الأراضي المصرية الأراضي الفلسطينية عبر بوابة معبر رفح المصرية. وصل بالفعل إليهم 75 شاحنة دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية، بجانب تجهيز عدد 200 من الشاحنات استعدادا للدخول إلى الناحية الأخرى. هذا العدد لا يختلف كثيرا عن الأعداد الطبيعية التي تجهزها مصر دائما والهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني وصندوق تحيا مصر وحياة كريمة وتحالف الأحزاب وغيره من المشاركين بشكل عام والشعب المصري في هذه الشاحنات. الأعداد دائما تجهز تقريبا من 100 إلى 200 شاحنة يوميا، ولكن ما يعرقل دخول هذه الشاحنات إلى الناحية الأخرى هي قوات الاحتلال. لذلك الأنباء الآن تتحدث عن
احتمالية فتح معبر آخر عن طريق قوات الاحتلال لدخول عدد أكبر من الشاحنات، ولكن هذا فقط يعني ما زالت أنباء لم يتم الاتفاق عليه رسميا. كان من قبل تدخل عبر معبر نتسانيا ثم تعود إلى معبر رفح الفلسطيني مرة أخرى، ولكن الآن هناك أنباء عن فتح أيضا معبر كرم أبو سالم، والمعبر الأساسي في نقل البضائع بشكل عام إلى الأراضي المحتلة. كان من قبل يستقبل ما يقرب من 500 شاحنة يوميا، الآن الأحاديث تتحدث عن 100 شاحنة في اليوم في نتسانيا و100 شاحنة في كرم أبو سالم حتى تدخل إلى الأراضي الفلسطينية، ولكن هذا لا يمنع استمرار دخول مئات الشاحنات يوميا أو تجهيزها على الأقل يوميا من الجانب المصري لتصل إلى الأشقاء في فلسطين. هذه النقطة. النقطة الأخرى أيضا، سيارات الإسعاف ما زالت تقف أمام بوابة معبر رفح المصري، فكما ذكرتم 16 مصابا دخلوا اليوم إلى الأراضي المصرية، لذلك يرتفع عدد المصابين الأشقاء الذين دخلوا الأراضي المصرية إلى ما يقرب من 600 من الأشقاء الفلسطينيين دخلوا المستشفيات المختلفة. وأيضا مزدوجي الجنسية الذي قارب يعني الرقم الآن على 13,000 من مزدوجي الجنسية الذين دخلوا عبر بوابة معبر رفح المصري. كل هذا بالطبع مجهودات كبيرة للدولة المصرية، خصوصا والآن بينما نحن نتحدث أيضا يعني حسب جامعة الدول العربية وبعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، فجاري الآن تجهيز قرار مصري ليتم عرضه على مجلس الأمن في محاولة جديدة أيضا لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال وحماس في قطاع غزة، بالطبع بعد أن تم رفض هذه القرارات المختلفة يعني عن طريق الفيتو الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية 3 مرات خلال 40 يوما أو 50 يوما الماضيين. لذلك هناك قرار جديد جاري العمل عليه لمحاولة أخرى لوقف إطلاق النار ووقف هذا الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال على الأشقاء. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسلنا بمدينة العريش، شكرا جزيلا لك. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. في ختام كوب 28 دول العالم تتبنى أول اتفاق تاريخي يدعو للتحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري، ومصر ترحب وتشيد بقيادة الإمارات للمفاوضات. لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات. رحبت مصر بتوصل مؤتمر المناخ المنعقد في دبي إلى توافق حول عدد من القرارات التاريخية، مشيدة بنجاح دولة الإمارات العربية الشقيقة في تنظيم الدورة 28 لدول أطراف اتفاقية الإطارية لتغير المناخ كوب 28. كما أشادت مصر بقيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة للمفاوضات التي أفضت إلى التوصل إلى توافق الإمارات لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها. وأكدت مصر أن نجاح الإمارات في ذلك يعد إنجازا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، لا سيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر كوب 27. هذا وتبنت دول العالم اليوم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز، وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي. تم إقرار النص المنبثق عن مفاوضات مطولة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 بدبي بالتوافق ومن دون أي اعتراض من نحو 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر. بعد ماراثون طويل من المفاوضات تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ
يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز، وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي. النص المنبثق عن مفاوضات مطولة واصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 المنعقد في دبي تم إقراره بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين حوالي 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر. إنه قرار تاريخي لتسريع العمل المناخي، يجب أن نكون فخورين بهذا الإنجاز التاريخي، والإمارات العربية المتحدة بلدي فخورة بالدور الذي أدته للتوصل إلى الاتفاق. من جانبه شدد المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري على أن اتفاق دبي يدعو إلى التفاؤل في عالم يعاني من النزاعات. يجب على الجميع هنا أن يكونوا سعداء، لأنه في عالم مليء بالنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وجميع التحديات الأخرى لكوكب ينهار، فإن هذه هي اللحظة التي اجتمعت فيها التعددية بالفعل وأخذ البشر في الاهتمامات الفردية وحاولوا تعريفها إلى الصالح العام. تزامناً مع ذلك، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويتضمن الاتفاق كذلك الدعوة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة 2 بحلول عام 2030 وتسريع التكنولوجيات ذات انبعاثات صفر كربون أو المنخفضة الكربون بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين المنخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي ما زالت غير ناضجة ولكن تحبذها البلدان الغنية بالنفط حتى تتمكن من الاستمرار في إنتاجه. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. تفاصيل الأخبار الاقتصادية مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكراً إلهام نمر، شكراً أذا إبراهيم. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار للفترة ما بين العام 2023-2025. جاء إعلان حصول الهيئة العامة للاستثمار على هذا المنصب الرفيع أثناء مشاركتها ومشاركة رئيسها حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورتها 27 والمنعقدة في مدينة نيودلهي في الهند، حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة على هامش المؤتمر وتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير التابعة للرابطة ضمن فعاليتها. وحصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على 29 صوتا مقابل 11 صوت لوكالة ترويج الاستثمار في موريتانيا والتي كانت مرشحة لنفس المنصب. أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري بنحو 15% بمعدل 546 مليون دولار لتبلغ 4.3 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من العام 2022. تعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة. أضاف المجلس التصديري أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري 2023 بقيمة 2 مليار و344 مليون دولار
تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة ب 21%، ثم الاتحاد الأوروبي. فازت مصر ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بالمركز الثاني الدرع الفضي لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الإفريقية للإدارة العامة عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين 57 مشروعاً ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة. تسلم الجائزة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة والإدارة، ويشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال إفريقيا والتي انعقدت في زامبيا. في أسواق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات كلية بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 2.92% ليغلق عند مستوى 24,000 نقطة و773 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 5,279 نقطة، بينما صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7,670 نقطة. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا خلال التداولات، وذلك بعد توقعات لمنظمة البلدان المصدرة لخام النفط أوبك الإيجابية بشأن النمو العالمي، هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر إلى 74.08 دولار للبرميل بنسبة تصل إلى 1.15%. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر إلى 69.41 دولار للبرميل بنسبة تصل إلى 1.17%. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.24% لتصل وتحقق ما قيمته 2.53 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 35% لتسجل 2.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين وسط ضعف أسعار النفط وآخر قرارات الفائدة والتي سيتخذها البنك المركزي الأمريكي في هذا العام. أما في أبوظبي فتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.1%، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 1.1%، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 1.1%، وارتفع المؤشر القطري 1.1% لينهي سلسلة خسائر استمرت لثمانية أيام. الختام من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والتي أكدت أن توقعاتها للصين في العام 2024 محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحاً معاكسة من انحصار للطلب الخارجي وتحديات في قطاع العقارات وأدوات الديون الحكومية المحلية. كما توقعت فيتش نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي للصين عند 4.6% مقابل ما يزيد قليلاً عن 5% في العام الجاري 2023، مضيفة أنها تتوقع أن يكون النمو في الصين مستقراً على نطاق واسع وبمستويات أعلى بشكل عام من نظرائها.
نعود من جديد مشاهدينا الكرام إلى إلهام نمر وأداء إبراهيم لاستكمال ما تبقى من أخبار وعناوين الختام في نشرتنا إليكم. شكرا لك مصطفى ميزار. وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى أبرز العناوين. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا القارة ويؤكدان مواصلة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. اللجان العامة بمحافظة الجمهورية تعلن نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية، وغدا تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعلن أنها تكبدت أكبر خسائر في يوم واحد في غزة، والمعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالرحيل. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.